وايضا الوصول والقدوم من سفاره محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. هكذا شوط الانتاج الشخصي، شوط المنتجين، ناموس ناموسين، نعود حيث البدايه، نعود الى البنيه في مقدمه الشوط مع المركز الاول مسيطر بهذا التقدم بهذا اللون المميز. حمود بن محمد بن الصغير بن حمود النيبي من يسيطر مع البدايه، تحتل مع المقدمه، تاتي مع مقدمه الشوط. هناك ارى اللي هي الظبي، الظبي تعود الملكيه جمعة بن محمد بن عصيان المنصوري من يقدم لنا ظبي الفلا، تتقدم مباشره مع المركز الثاني. المركز الثالث من تاتي وبره، وبره مع المركز الثالث محمد بن راشد بن عصيان المنصور. يا سلام، انتصفنا المسافه كيلو ونصف الكيلو. المنتجين الشاعر يتقدم، محمد بن حمد بن فطيس المري يقدم لنا هذا الاسم بتقدم ممتاز. من تاتي اللي هي ثروه مع المركز الرابع، خامس المراكز القادمه الواصله الحذره حمد بن الدود بن سالم بالاسود العامري، وصلت ايضا مضمون سالم بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن ارى شيء قادم، ارى شيء قادم، سفاره محمد بن سلطان الكتبي يقدم لنا سفاره، والقادم احلى. وصلت في هذه اللحظات وانطلقت سرابه، حمد بن سعيد بن سبت الخيلي يقدم هذا الاسم، والقدوم القوي في هذه اللحظات. يا سلام، ارصد اللي قادمه، قادمه بكل قوه، بشه بشه حمد بن محمد بسم المنصوري. وهناك ايضا من تنطلق رحمه، حمدان بن عبد الله بالكيله العامري. ولعت الاسماء، اختلطن الابكار اجتمعا في موقع واحد. ايها الانتاج الابرز، ايها الانتاج الاروع، الناموس حاير، الناموس يتجول، والسلام اين سيذهب في هذا الصباح. مقدمه الشوط والمركز الاول، من تاتي سفاره، سفاره 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 للنواميسي مع الانتاج. هناك محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يبي السلام له العمان. المركز الثاني الحذره، الحذره مع المركز الثاني، الناموس وين؟ يا سلام، تتقدم رحمه حمدان بن عبد الله بالكيل العامري والحذره. ولكن القادمه الواصله في هذه اللحظات الوثبه، هادم بالحزمي بن قناص العامري، ما يبنى له طاري الا في هذه اللحظات. هنا سفاره، هنا الوثبه، الناموس وين؟ الفوز وين؟ الابداع وين؟ الوثب وسفاره، سفاره سفاره، ما تسلم المهمه. محمد بن سلطان يبي الناموس الى ساحه الامان، ولكن هناك الوثبه، الوثب وسفاره، اللحظات الاخيره، الناموس وين؟ الناموس وين؟ سفاره سفاره، تهدي اهالي السلطنه هذا الناموس مع الانتاج والمنتجين. سلام المالكي، سلام محمد بن سلطان المالكي. المركز الثاني الوثبه، هادم بالحزمي والقناص العامري. المركز الثالث، نشوف اللي في المركز الثالث، الحذره حمد بن الدود بن سالم بالاسود العامري. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، بشي حمد بن محمد بن سم المنصوري. خامس المراكز، وصلت في خامس المراكز رحمه حمدان بن عبد الله بالكيل العامري. نذهب مع التوقيت الزمني ومع سفارة محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. تهانينا والناموس، 4 دقائق 25 ثانية، 4 دقائق 29 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي أبو نايف من قدم لنا سفارة في شوط الإنتاج والمنتجين ونالت شرف الناموس وهدته السلطنة. 4 دقائق 29 ثانية، 4 من الأجزاء، 4 دقائق 29 ثانية، 4 من الأجزاء من حلت مع المركز الثاني اللي هي الوثبة، هادم بالحزمي بن قناص العامري. المركز الثالث، 4 دقائق 30 ثانية، 8 من الأجزاء من على المركز الثالث اللي هي مشاهدين الكرام في ثالث المراكز الحذرة، حمد بن الدود بن سالم بالأسود العامري. المركز الرابع، 4 دقائق 31 ثانية، 4 من الأجزاء من احتلت مع المركز الرابع. نشوف اللي في المركز الرابع، هناك مشاهدينا الكرام بشه حمد بن حمد بالسم المنصوري. المركز الخامس، 4 دقائق 32 ثانية، 3 من الأجزاء مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام، كان من نصيب اللي هي رحمه حمدان بن عبد الله بن محمد بالكيل العامري. تهانينا والناموس للجميع.